كيف حالك اليوم يا زينب؟ لم أخبرك، صالح تسلم دكان الحداد. ليت سلام هنا، ليته يعود الآن لأخبره بنفسي. لماذا تريد أن تخبر سلام؟ لأنه يحب صالح ويسعى دائما لصالحه ويساعده في كل مهمة يتسلمها. أعتقد يا زينب أن صالح سيمكث طويلا هذه المرة لدرجة تجعلني أكسب الشرط وأتقدم من أبيك رافع الرأس وأقول له: لقد صلح صالح، عليك أن تلبي لي طلبي. وطلبي، أعرف ماذا ستطلب مني. وهل هو موافق؟ أعتقد هذا. يا لفرحتي، يا لسعادتي، يومها أكون قد فزت حقا وحققت أكبر نجاح. ألي هذه الدرجة يا أبا زيد؟ كيف لا؟ كيف لا والأمر متعلق بسعادتك واستقرارك في بيت الزوجية الهانئ. يومها سأتقدم من أبيك مرفوع الجبين وأقول له: اسمع يا أبا صالح، لقد صلح صالح وعليك أن تلبي لي طلبي، وهو أن تزوج ابنتك زينب من أبي الأدب. ماذا؟ وسيلبي لي الطلب ويتزوجك أبو الأدب. أنت أنا ما غشني أحد قبلك وما أحببت قط مثلك. فهل جزاء المحب عندك بالضرر ومداوات الشجن لديك بالخطر؟ 6 أيام يا زينب حملت فيها الهم والكرب وتفننت في البلاغة والأدب، ورغم ذلك لم أنجو من العطب. إني لفي دهشة من أمرك وفي عجب. قد ظننتك ستساعدينني لنيل الأرب. عما تتحدث يا أبا زيد؟ عن فنونك في الكيد. لم أفهم شيئا مما قلت، ماذا تقصد؟ عن المعنى لم أبعد. غريب أمرك، ماذا تقول؟ أقول نكرانك غير مقبول. أرجوك يا أبا زيد، كف عن هذا المزاح، تكلم بوضوح. حسنا. أبا زيد، هل رأيت سلام اليوم؟ سلام؟ أجبني يا أبا زيد، أجبني.